في يوم من الأيام كنا لو نبي نلعب لعبة نروح لمكان يسمى صالة الأركيد، وفيه نلقى أجهزة الأركيد وهي أجهزة كبيرة تحتوي على شاشة وأزرار وعصا تحكم، واللي يميزها أنها كانت بقدرات خارقة وأقوى من أجهزة الألعاب المنزلية، وعشان نستمتع فيها لازم نحط فيها قرش أو اثنين عشان نلعب لعبة معينة. ما راح تتخيلون كمية الأسماء الأيقونية اللي كان ظهورها الأول على جهاز الأركيد، مثل ماريو وباكمان وستريت فايتر وغيرها الكثير. الأركيد مر على عصور عديدة من الألعاب وبقى صامد إلى يومنا هذا. لكن كيف بدأ الأركيد وإيش صار عليه في يومنا هذا؟ في هذا الفيديو بناخذكم في رحلة جميلة نتعرف فيها أكثر على عالم الأركيد. قبل ما نبدأ لا تنسوا تزور اللايك وشارك بالقناة. معكم فهد الشيحة، والحين خلونا نبدأ. قصتنا تبدأ في عام 1971 وتحديدا في جامعة ستانفورد الأمريكية، بحيث صنع مجموعة من طلاب أول جهاز أركيد يستخدم العملات المعدنية للعب فيه، وكانت اللعبة اسمها Galaxy Game، وهي نسخة مشابهة للعبة Space War، وكانت لعبة قتالية في الفضاء. بعدها في نفس السنة جاء شخص اسمه نولان بوشنل وصنع أول لعبة أركيد تسويقية لشركة Nothing Associates، وهي كانت شركة متخصصة في صناعة ألعاب الأركيد. في عام 1972 قام نولان بوشنل وشخص يدعى تيد دابني بتأسيس شركة أتاري المشهورة، وصنعوا في وقتها أول لعبة ناجحة لهم وهي اللعبة المشهورة بونج، وتعتبر النسخة الرقمية للعبة بينج بونج أو ما يعرف بتنس الطاولة. وسبب نجاح اللعبة أن استطاعت شركة أتاري وقتها أن تحصل على حصة كبيرة من سوق ألعاب الأركيد. هذه كانت بداية سوق الأركيد، والآن ننتقل إلى ما يعرف بالعصر الذهبي لألعاب صالة الأركيد. البداية مع شركة تايتو، واللي في عام 1978 أطلقت أول لعبة أركادية وكان اسمها Space Invaders، وتعتبر أشهر لعبة فضائية على الإطلاق، بحيث تم نسخها من مطورين ألعاب كثار تحت اسم وتصميم مغاير. طبعاً اللعبة اكتسحت الساحة الأركادية وساعدت شركة تايتو تتغلب وقتها على زعيم السوق وهو أتاري. في ذاك الزمن أيضاً بدأ انتشار ألعاب الأركيد بشكل كبير جداً خارج صالات الأركيد المعتادة، وصرنا نشوفها في كل مكان، الأسواق والمجمعات والمطاعم وحتى البقالات، كلهم صار فيها أجهزة أركيد في أواخر السبعينات حتى بداية الثمانينات. في ذيك الفترة وصل منافس جديد وهي الغنية عن التعريف العملاقة نينتندو، وأطلقت الشركة لعبتها الجوهرية دونكي كونغ، واللي كانت من تطوير الأسطورة شيغورو مايوموتو، واللعبة نجحت نجاح باهر. وبعدها أيضا أطلقت شركات كثيرة ألعاب جوهرية في عالم الأركيد مثل باكمان، جالكسيان، وباتل زون وغيرهم الكثير. الشركات صار بينهم تنافس كبير، والكل صار يبرز جديد أفكاره في الساحة الأركيدية. لهذا السبب سمي هذا الزمن بالعصر الذهبي لألعاب الأركيد. وقتها كانت معظم ألعاب الأركيد منتجي من شركات معروفة ومتخصصة، وهم نامكو وتايتو في اليابان، وفي أمريكا كانت شركة ميدوي وأتاري بشكل كبير. في آخر الثمانينات دخل منافس جديد آخر إلى سوق ألعاب الأركيد، وهذا المنافس هو شركة سيجا العريقة، تحديداً بلعبتهم المشهورة سبيس هارير من تصميم الأسطورة يو سوزوكي، وتميزت اللعبة برسومها القوية والقريبة من الأبعاد الثلاثية. وأيضاً أصدروا لعبة الدبابات الشهيرة هانغان، واستخدمت نفس العتاد اللي استخدم في سبيس هارير. وصرح وقتها يو سوزوكي أنه يهدف إلى جعل ألعاب الفيديو الأركيدية ثلاثية الأبعاد في المستقبل. في بداية التسعينات دخلت العملاقة كابكوم عالم الأركيد بلعبتها الأيقونية ستريت فايتر 2، وفجرت ساحات الأركيد ونجحت وتفوقت على جميع المنافسين وقتها، وهي اللعبة اللي أنعشت سوق ألعاب القتالية الأركيدية، وبسببها شفنا شركات أخرى مثل SNK تدخل عالم الأركيد بألعاب القتالية المختلفة مثل فاتل فيوري وارت اوف فايتنج وكينج اوف فايترز، وتبعتها شركة ميدوي اللي أصدرت أيضا لعبتها الأيقونية مورتال كومبات، واللي اكتسحت السوق برسومها الواقعية وأسلوبها الدموي. وأيضا سيجا قررت ما تتفرج على نهضة ألعاب القتال بدون ما تسوي شيء، فأصدرت أول لعبة قتال ثلاثية الأبعاد من تطوير يو سوزوكي نفسه، وكانت باسم فيرتشوال فايتر، واكتسحت اللعبة الساحة برسومها الرائعة وطريقة التحكم الجديدة وقتها. وبعدها شفنا شركة نامكو تنافس هي الأخرى وتطلق العملاقة تيكن، واللي أصبحت المنافس التقليدي التاريخي للعبة فيرتشوال فايتر. التسعينات زي ما شفنا شهدت تنافس قوي جدا في سوق صالات الأركيد، وأيضا وقتها كانت الأجهزة المنزلية ما تقدر توصل قدرات الرسومية إلى الأركيد بسبب فارق التكلفة والحجم. لكن الأمر اختلف بعد منتصف التسعينات وصدور أجهزة البلاي ستيشن والسيجا ساتن، بحيث بدأت ألعاب الأركيد تنتقل إلى الأجهزة المنزلية بالتدريج، وكانت بنسخ مطابقة في الأداء اللي نظيرتها في الأركيد. في نهاية التسعينات وبداية الألفين بدأت أجهزة منزلية أقوى بالظهور، وشفنا سيجا تطلق جهاز الشهير دريم كاست، وشفنا سوني تطلق بلاي ستيشن 2، وهذا أدى بشكل أكبر إلى انحسار سوق الأركيد. جهاز سيجا الدريم كاست كان يستخدم تقريبا نفس العتاد المستخدم في منصات الأركيد، وحصل على أغلب ألعاب الأركيد الشهيرة وقتها مثل لعبة كرزي تاكسي، سيجا رالي 2، وسول كاليبر وغيرها.
بالنسبة للناس صار اللعب في المنزل أريح وأرخص من الذهاب لصالة الأركيد ودفع نقود معدنية كل مرة للعب، خصوصا إن نفس الألعاب ممكن تستمتع فيها بالمنزل. اليوم سوق الأركيد أصبح محدود جدا وشبه مختفي، وتواجده القليل أصبح أغلبه في اليابان. الشركات للآن ما استسلمت بشكل كامل، بعض الشركات مثل سيجا لا زالت تحاول تبتكر لإنعاش سوق الأركيد، وشفنا فكرتهم اللي ظهرت مؤخرا باسم فوج جيمينج، واللي تهدف لاستغلال قدرات أجهزة الأركيد القوية في تشغيل خدمة لعب سحابي من المنزل. الأكيد أن ألعاب الأركيد رغم انحسارها ما انتهت، ونشوف شركات من وقت لآخر تصدر ألعاب جديدة للأركيد، خصوصا الآن صرنا نشوف تجارب جديدة بفضل الواقع الافتراضي VR. يمكن بعضكم لحق على أيام ألعاب الأركيد عندنا، خبرونا إيش أجمل ذكرياتكم معها في التعليقات. كان معكم فهد الشيحة، لا تنسوا إعجابكم الفيديو، تعطونا لايك وتشتركون بالقناة. يا أحلى متابعين.